السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الثاني الابتدائي، معكم ميس وفاء. النهاردة يا ولاد هناخد درس اسمه نموذج كتابة قصة، ازاي نكتب قصة قصيرة باللغة العربية، والقصة دي لازم تكون شاملة ايه وعبارة عن ايه. بداية الموضوع خالص عشان ابسطها لك، احنا جايبين لك عبارة عن صور. من خلال الصورة من غير ما نكتب ولا جملة هتعرف ايه هي بداية القصة، وايه المشكلة اللي حصلت في احداث القصة، وايه النهاية اللي انتهت بيها القصة. يبقى الحاجة التلات حاجات الاساسية يا ولاد في اي قصة ان يكون فيها البداية زي ما شايفين في النجمة الاولانية، وبعد كده حصلت المشكلة او احداث القصة الاساسية، وبعدين النهاية. نشاط الف بيقولك حدد فين البداية والمشكلة والنهاية في الصور التلاتة دول، وبعد ما تحدد بعد كده من اساسيات القصة ان انت تحدد المكان اللي حصلت فيه احداث القصة والزمان، يعني وقت اللي حصل فيه. طيب هو مسهلها لك في اول مثال وكاتب لك رقم واحد على الصورة الاخيرة ان هي دي البداية. ها الولد ده يسير في الطريق، يمشي في الطريق، حصل ايه؟ يبقى دي البداية القصة اللي هو كان بيمشي لوحده في الطريق. حصل ايه في صورتين تانيين؟ تعال نشوف. هنا تعثر الولد ووقع على الارض، وهنا جاء صديقه وقام بمساعدته. تفتكروا المشكلة، كلمة المشكلة اللي هي رقم اتنين، هتبقى انه تعثر الولد ولا ان جاء صديقه وقام بمساعدته؟ فكروا كده. برافو عليكم. يبقى المشكلة رقم اتنين، هنكتب هنا رقم اتنين، هنكتب تحتها كده المشكلة. ايه هي المشكلة؟ تعثر الولد ووقع على الارض. امال ايه النهاية؟ انتهت على ايه القصة القصيرة دي؟ انتهت ان جاء صديقه وقام بمساعدته. يبقى هنكتب هنا رقم 3 النهاية. يبقى دي احداث القصة بالترتيب، البداية والمشكلة والنهاية. بعد كده بيقولك حدد المكان، المكان اللي حصل في القصة دي فين يا ولاد؟ شايفين انك واقف فين؟ الشارع او الطريق. هنكتب كلمة الشارع او الطريق اللي حدثت فيه القصة. الزمان يعني الوقت اللي حصل فيه كده. شايفين القمر طالع اهو؟ طالما القمر طالع والدنيا مظلمة شوية كده يبقى نكتب ليلا، مش نهارا طبعا ولا صباحا، ليلا. يبقى احنا حددنا الزمان والمكان والبداية والمشكلة ونهاية القصة. ده اللي انا عايزة طلبه منك الاول. نشاط رقم باء نفس الكلام، ثلاث صور مختلفة وعايزك تحدد بداية القصة والمشكلة اللي حصلت في احداث القصة والنهاية اللي انتهت بيها القصة. يلا نشوف مع بعض، وتعالوا نسمي الولد ده اسم. بصوا على الصور كويس جدا، هتلاقوا في ولد بيلعب هنا دلوقتي، في ولد واقف مع صديقه ومع اسرته، وهنا ولد ده بيلعب، وهنا في ولد بيبكي. طيب تعالوا نسمي الولد اللي بيلعب ده ادم. في البدايه كده تفتكروا نبتدي ازاي؟ نبتدي ان ادم الاول كان لوحده بيلعب، صح؟ ادم يلعب في الحديقه. حصل ايه وهو بيلعب في الحديقه؟ يبقى هذه البدايه، نكتب رقم واحد البدايه، البدايه ان ادم يلعب في الحديقه. حصل ايه بعد كده؟ شاهد طفل يبكي وحيدا. شايفين الطفل ده بيبكي ازاي يا ولاد؟ وهو ساب اللعبة اهي ورا وراح يشوف الطفل ده بيبكي ليه. ذهب الى الطفل واخذ يحدثه، فوجده يبكي وحيدا، مش لاقي حد يلعب معاه. يبقى هي دي المشكلة ولا لا؟ يبقى رقم اتنين نكتب تحتها المشكلة. طب يا ترى النهاية حصل فيها ايه، او حل المشكلة دي ازاي؟ اخذ الطفل وعرفه على اسرته وايه، واخذ يلعب معه في الحديقة، وبقى الطفل مبسوط وفرحان وقضوا وقت ممتع مع بعض. يبقى هي دي النهاية، ان هو جه عرفه على اسرته وقضوا الوقت كله الباقي مع بعض. هنكتب رقم 3 النهاية. بعد كده نقدر نحدد المكان والزمان، سهل جدا. المكان القصة دي كلها حصلت في مكان واحد، ايه هو المكان ده؟ فكروا كويس، الحديقة. برافو عليكم. طب الزمان حصل امتى؟ شايفين بالليل ولا بالنهار؟ برافو، هنكتب نهارا او صباحا. برافو عليكم. بقيت الصفحة يا ولاد فيها قصة كمان، بس طلب منك حاجة تانية. نشاط رقم اتنين اقرأ وارسم. هنقرأ القصة، هو محدد لك فين البداية وفين المشكلة وفين النهاية، مش انت اللي هتحدد، بس كل طلبه منك ان انت هترسم الرسم. هنعمل العكس، هو كاتب لك البداية والجملة تحت. ذهبت إلى المدرسة في الصباح، ذهبت إلى المدرسة في الصباح. معنى كده يا ولاد إن أنا هرسم هنا طفل رايح المدرسة،
وفي الصباح دي يعني نرسم ان هو بالنهار، نرسم شمس وسحب على قد ما تعرف ترسم يا ولاد. يبقى دي بداية القصة. حصل ايه بعد كده؟ تاني حاجة بتبقى المشكلة. وفي وقت اللعب وجدت صديقي يجلس وحيدا. يبقى هنرسم هنا ولد بيلعب ولقى طفل تاني بيجلس وحيد، على قد ما نقدر برضو نرسم كويس. بعد ما لقى وحيد عمل ايه يا ترى؟ النهاية حصل فيها ايه؟ فذهبت اليه ولعبت معه وامضينا وقتا ممتعا. هنرسم النهاية، نهاية القصة ان الولد ده راح لصاحبه ولعبوا مع بعض وقضوا وقت ممتع وجميل. بعد ما ترسم البداية والمشكلة والنهاية حسب الجملة اللي تحتها، بيقولك اكتب عنوانا للقصة. يبقى انت اللي هتختار عنوان القصة دي، تفتكروا تسموها ايه؟ انا هسيب ده كل واحد لخيالك والابداعك، كل واحد يكتب عنوان اللي هو عايزه، مش هحدد لك عنوان محدد، لان انا عايزاك تفكر وتطلع العنوان من دماغك اللي يناسب القصة اللي احنا قرأناها ورسمناها. خلاص يا ولاد. الصفحة اللي بعدها صفحة 96 دي واجب، بس انا هشرحها لك دلوقتي انت المفروض تعمل فيها ايه، عشان الناس كلها تجرب ازاي نكتب قصة قصيرة. ده اللي انا طالبة منك، بس هنزود حاجة شوية، حاجة صغيرة خالص. غير ان انا بحدد البداية والمشكلة والنهاية، هطلب منك تحدد لي شخصيات القصة. الشخصيات اللي موجودة في القصة وعنوان القصة هو ايه والمكان والزمان. طيب تعالوا كده نشوف البداية مع بعض كده. تفتكروا اول صورة دي القصة اولا اسمها ايه؟ الاسد والفأر. الاسد والفأر. البداية شايفين اسد ماشي لوحده اهو في الغابة، يمشي الاسد وحيدا في الغابة، صح؟ نكتب بس هنا الجملة اللي احنا قلناها دي. المشكلة حصل ايه بقى؟ حصل ايه للاسد مشكلة في القصة؟ وقع الاسد في شبكة الصياد، او وقع الاسد في فخ الصياد، صح؟ ورآه الفأر، هي دي المشكلة. امال النهاية يا ولاد حصل ايه بعد ما وقع في شبكة الصياد؟ قرض الفأر شبكة الصياد وايه؟ وانقذ الاسد، شكره الاسد على مساعدته. مش دي النهاية يا ولاد؟ طيب ده تحليل ميس وفاء. طبعا كل واحد يكتب براحته خالص، المهم نراعي ان احنا ما نغلطش غلطات املائية، نكتب الكلمات صح، نتملاها مظبوط. بعد ما نخلص القصة زي ما انت عايزها تكتبها، هتحلل القصة. ازاي يا ميس احلل القصة دي؟ يعني ايه احللها؟ يعني اقول لك عنوان القصة ايه، هي كده كده مديها لك، الاسد والفأر. الشخصيات، الشخصيات اللي موجودة في القصة قلناها، قلنا الاسد، قلنا الفأر، وجبنا سيرة الصياد، يبقى نكتب الاسد والفأر والصياد. المكان، تفتكروا القصة دي حصلت فين مكانها؟ برافو، الغابة. طب والزمان، حصلت بالنهار ولا بالليل؟ نهارا ولا ليلا؟ نهارا. برافو عليكم، انا ساعدتكم اهو في الهومورك دي صفحة 96 في الكتاب الملون. ياريت كلنا نعملها عشان ندرب على يبقى نفتكر العربي كده ما ننساهوش، ونكتب باللغة العربية ونحاول نكتب بطريقة صحيحة. واي استفسار او اي حاجة عايزينها ابعتولي على الايميل بتاعي اللي ميس رشا بعتته، وانا مستنية اشوف القصة دي منكم كلكم ان شاء الله. يلا واشوفكم في الدرس الجديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.